بسم الله الرحمن نبدأ في اكسرسايز 4 الخاص بالموديول 3 اللي هو creating and managing a custom MMC. إذا نجمع في وحدة واحدة مجموعة من الحاجات الإدارية. المرة دي هناخد درس اسمه prepare a console، عايزين نجهز الكونسول بتاعنا دوت for distribution to users، عشان نقدر نوزع الفايل ده على مجموعة من اليوزرز ويتعاملوا من خلاله او يمانجوا الشغل بتاعهم من خلاله. هنفتح الادمن ام اس سي بتاعتنا خلاص، وهاجي كده من فايل، بس اختار المره دي اوبشنز خلاص. طلع لي ادي الاوبشنز الخاصه بالكونسول بتاعتنا. في عندي كونسول مود، والكونسول مود هنا مفترض ان هو مفتوح على الاسر مود. طيب هو هنا الادمن، ودي الايكون اللي انت عايز تغيرها معنى من الكلام الفاضي دوت. اللي يهمني الكونسول مود زي ما قلنا، الكونسول مود اول حاجه عندي الاسر مود، ودي بيقول لي بالتفصيل ان هو بيدي صلاحيه لليوزرز بكامل الدخول للام ام سي اللي احنا بنعملها وكل الوظائف الخاصه بيها، وبتضيف كمان ان هي تقدر، او يعني طبعا انت عاملها اسر مود، ان بيقدر يقاد او يضيف اي سناب انز براحته، يكريت نيو ويندوز، يفتح يعمل تاسك باد، يعني كل حاجه متاحه للايه، طالما انت ظابط الكونسول مود بتاعتك على الاسر مود. اما لو احنا اخترنا ان هي يوزر مود اللي هي فول اكسس، يوزر مود فول اكسس، ده معناه ان انت بتدي فول اكسس لليوزرز، لكل اللي يقدروا ياكسسوا كل الفانكشناليتي اللي احنا بنحطها جوه الام ام سي، كل الوظائف اللي احنا بنحطها في الام ام سي، وليهم برضو قدره على ان هم يادوا او يحذفوا سناب ان ويكريتوا نيو ويندوز والكلام ده كله. طبعا دي احنا قلنا معلش اسف انا كنت بشرح كده الاسر مود. اما بالنسبه لليوزر مود، اليوزر يعني يوزر مود بس فول اكسس، طبعا بيمنع اليوزر من ان هم يادوا او يرموه في سناب ان بس خلاص، لكن يقدروا يخيروا في الخواص الخاصه بكل وظيفه، مفيش مشكله خالص، ليهم كل الحق والحقوق للدخول في كل التفاصيل او البناء الشجري بتفاصيله اللي انت محدده، لكن ما لهمش حق ان هم ايه يادوا او يرموفوا سناب انز خلاص كده. يوزر مود ليميتد اكسس مالتيبل ويندو، ده بتمنع اليوزرز خلاص ان هم ياكسسوا كل المناطق الخاصه بالتري بتاعتك او بالشجره او بناء الشجره او كل التفاصيل بتاعتك، لان هي ما تبقاش متاحه ولا متشافه اصلا في الكونسول ويندو اللي هو ده يعني خلاص. طيب اخر اختيار اللي هو سنجل ويندو، ودوت بيفتح السناب ان كونسول في سنجل ويندو مود، وبيمنع في شاشه واحده، وبيمنع اليوزرز ان هم ياكسسوا اي مكان في التري خالص، مش موجود خالص اصلا. دي التلات ايه اختيار. اما المالتيبل ويندو لا، بيقدر يفتح اكتر من حاجه بس ما بيقدرش ياكسس التري، والفول اكسس كل حاجه ما عدا ان هو يقاد ايه ويرموف السناب انز. اما الاسر مود دي طبعا معناها ان كل حاجه متاحه. طيب طبعا هنا don't save changes to this console و allow user to customize views. احنا هنختار ما علينا دلوقتي، هنختار اليوزر مود يكون full access، يعني ما نقدرش بس يأد ايه ويديليت، وهو مدايس على اوكي. يبقى انا دوست على اوكي، هنسيب، هنيجي كده من فايل، نعمل سيف ونقفل الكونسول بتاعنا، وتعالى نعمل دبل كليك عليها الفايل دوت، ادي الفايل كونسول بتاعنا خلاص. ده كده لو وزعنا الفايل على اي يوزر هيبدا يشوفه عادي، مفيش مشكله خلاص، على علم ان الكونسول ده مش موجود بس في الويندوز سيرفر، ده موجود في كذا ويندوز. على المهم هاجي كده من قائمه فايل، هلاقي ان هو تبص ايه اللي حصل، مفيش عندنا ولا اد ولا ريموف سناب انز اوبشنز خلاص، مش موجود. طب اقفل، تعالى بقى نعمل كده ايه، نعمل كليك يمين على الفايل بتاعنا دوت، كليك يمين كده، وفي عندي ان هو ايه اوثر، وفي ران از ادمنستور، وران از ادمنستور عادي مفيش مشكله خالص، لكن احنا المره دي هنختار كلمه اوثر عشان نرنه كايه كمؤلف. وفي الحاله دي لما نيجي كده على قائمه فايل بنلاقي كل الاعدادات موجوده عندنا، من اد موف سناب اوبشنز بدات تظهر معانا عادي جدا،
واعمل دلوقتي كده كلوز خلاص كده. قدرنا نخلي الكونس بتاعتنا تبقى جاهزه لان احنا نوزعها لليوزرز عشان اي يوزر عادي خلاص يفتح كده، ما يبقاش ليه حق ان هو يبوظ لي الدنيا او يقل او يرموف ليا اي حاجه من الحاجات التانيه بتاعتي. ممكن اكون خلصنا الموديول 3.